مساء الخير يا جماعة، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أحلى مليون مسا عليكم. طبعا إحنا بنصور الحلقة دي دلوقتي من المكان الجديد شبرا. طبعا ده النهاردة أبو رحمة. أحلى مسا عليك أبو رحمة. شكرا لك يا أبو رحمة، منور يا جماعة. ألف مبروك حبيب قلبي يا باشا، ربنا يبارك لك. كيمو، أحلى كيمو في الدنيا. طبعا إحنا بنصور هنا يا جماعة دلوقتي، تمام؟ ده المكان الجديد او المكتب اللي احنا اتفقنا عليه وقلنا عليه ان احنا هنعمل مكان للاستعلامات، للاستفسارات، للحاجات دي كلها، تمام؟ طبعا المكان هنا ده في شبرا، طبعا قريب من مخزن الزيت. المكان جميل جدا، الدنيا هنا الدنيا جميله جدا، كمان في وسط البلد، يعني متاح لاي حد ان يشرفنا وينورنا في اي وقت. وطبعا المكان هنا ليه رقم تليفون مخصص، الرقم 012 اللي احنا هنحطه في الوصف تحت الفيديو ده. المكتب هنا رقم 012 هنحطه في الوصف تحت الفيديو ده، وفي المركز الثاني اللي هو عند المستشفى العام رقم 011 برضو الرقم احنا حاطينه في الوصف، وفي المزرعه بتاعتنا اللي هي على طريق الحوش الرقم 010 طبعا احنا برضو حاطينه في الوصف. فانت لو حابب تتابعنا في اي مكان من الاماكن دي احنا هنكون موجودين معاك. ده غير البيج الجديد اللي احنا لسه عاملينه على الفيسبوك، وغير الثلاث قنوات او الاربع قنوات بتوعنا على اليوتيوب. طبعا الحمد لله ده بفضل ربنا. قلنا لازم ان احنا نقرب من الناس كلها، قلنا لازم ان احنا نكون مع بعض دايما، لازم ان احنا نكون كل حاجه تلاقونا معاكم. يعني اي مشكله تقابلها في تربيه الكلب بتاعك هتلاقينا معاكم. هنا هيكون في مقابلات، هيكون في ان احنا نعلمك ازاي تعلم كلبك، تدرب كلبك، الحاجات دي كلها. ده هيكون موضوع بسيط جدا والفكره هتكون جميله جدا. انا هنبقى متواجد هنا كل يوم الصبح قبل ما نروح المزرعه، وهنكون موجود هنا بالليل. ده غير هنبقى موجود في المركز اللي احنا عاملينه تنظيف وحاجات زي كده، تمام؟ برضو بالليل والصبح، تمام؟ يعني هنحاول نوزع نفسي ما بين هنا وهنا وهنا على اساس ان انت تكون متواجد في كل الاماكن باذن الله. ده غير ارقام التليفونات اللي هتكون معاك دايما، وهتتصل هتلاقي لو لقيت الرقم ده مشغول يبقى هتتصل على اللي بعده، ولو لقيت ده مقفول هتتصل على غيره. فطبعا هتكون متابع لكل ارقامنا على اليوتيوب. الارقام دي كلها خاصه بينا، خاصه بجهه واحده، خاصه بمكان واحد باذن الله. اللي في الخير يقدمه ربنا زي ما وعدتكم. زائد كمان اللي احنا نزلناه النهارده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وقلنا اي حد محتاج يعلم ولاده ركوب الخيل احنا موجودين معاكم. احنا عاملين حاجه اسمها كورس لركوب الخيل، ده عامل 300 جنيه، تمام؟ وكمان هيكون عباره عن 6 حصص احنا بنقدمها لك لابنك او لولادك، 6 حصص يتعلموا فيهم ركوب الخيل. طبعا 300 جنيه ولا شيء ولا حاجه، هتعلم ولادك ركوب الخيل، ولازم هتشوف ابنك راكب الخيل لوحده ومن غير ما اي حد يكون معاه ويكون مسيطر على الخيل اللي معاه. فطبعا دي حاجه جميله جدا، برضو فكره جميله احنا عملناها، ولسه كل يوم الافكار بتشتغل والافكار بتيجي. ده كل ده هنعمله باذن الله، والفتره اللي جايه دي هتشوفوا حاجات جديده جدا. زائد باذن الله برضو انتظرونا في اسكندريه قريب جدا، وكمان في مفاجات هنعملها هنا في دمنهور، وحاجات جميله جدا هنعملها هتنبسطوا بيها جدا. يعني بالعربي كده احنا ما بنخلص، احنا موجودين معاكم لما بيخلص علينا بقى ربنا، بس احنا موجودين معاكم دايما ليل مع نهار في اي وقت. ارقامنا هتكون مفتوحه كل يوم من الساعه 11 حلو، من 11 للساعه 6 كده، تمام؟ او 12 ل 6، تمام؟ هتكون الارقام مفتوحه معاك، الاماكن مفتوحه دايما باذن الله ومشيئه ربنا، وهنكون معاك دايما. مليون مسا عليكم، تابعونا، والارقام عندكم في الوصف، الجروبات في الوصف. احلى مسا ابو رحمه، احلى مسا كيمو. تحياتي لكم جميعا، يا رب بالخير للجميع. على فكره احنا كده في وسط شبرا، في وسط البلد، عشان ما فيش حد يقول المزرعه بعيده. تحياتي لكم جميعا، مليون مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.